لو ابنك أو بنتك في سن القرار أو في سن الاختيار بعد ما اتخرج حب يختار طريق معين أو شغل معين، بصراحة هتكون أنت أو حضرتك أو حضرتك الناصح ليه؟ يعني بتوجه له النصيحة بس كخلاص، يعني أنت الموضوع بقى أنت فكرة حتى التربية، أنت يعني أنت خلاص أنت ربيت وعلمت، مش هقول دورك خلص، لكن هو بعد كده بيتحمل أو هي بتتحمل نتيجة، كل واحد فيهم بيتحمل نتيجة قرار، هتكون الناصح بس ليهم تنصحهم يعني، ولا ممكن تجبرهم؟ وهيختلف التعامل ده لو كان ابنك الولد أو بنتك، يعني هيختلف التعامل لو كان ولد أو بنت؟ بصراحة قولوا لنا وابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، أو اتصلوا بينا من خلال أرقام التليفونات اللي هتبقى قدام حضراتكم على الشاشة. أنا مش عايز أكمل حكاية البنت دي، لأن عايز أسمع منكم، أنا عايز أسمع من حضراتكم تقولوا لنا تنصحوهم بإيه، أو تنصحوا النهاردة كل أب وأم كبر وربى وعلم وعلم تعليم كويس وربى تربية كويسة ومستوى لطيف يعني واجتهدوا. وعلى فكرة إحنا اعتدنا في مصر إن إحنا مش بنودي المدارس كل واحد اللي هو من مستواه، لا بالعكس، إحنا عندنا في مصر حتة التعليم دي كل واحد بيقعد يحفر في الصخر عشان يوصل لحتة أعلى من مستواه، يعني لو مستواه يودي حكومة يقول لك هودي خاصة واجتهد وهعمل الجمعية واقبضها قبل شهر 9 وراح أدفع المصاريف ومش عارف إيه بتاع، لو إمكانياته يودي مدرسة خاصة بيودي مدرسة لغات، ولو مدرسة لغات بيودي مدرسة انترناشونال وحاجات كده يعني. فأقصد أقول إحنا بنجتهد جدا في موضوع التعليم، فبعد ما كبرت وعلمت بصراحة هتتحكم في اختيار ولادك ولا لا؟ وهيفرق معاك ابنك او بنتك؟ يعني هتقولي مثلا اسيب الولد براحته، يعني لو الولد مثلا جات له فرصه سفر هتقولي خلاص ويسعى لاكل عيشه وكده وخلاص وتمام؟ طب لو البنت كمان جالها فرصه سفر تسيبها تسافر؟ مش عارف. طب لو الولد قال لك انا هفتح عربيه كبده هتسيبه؟ طب لو البنت هيبقى القرار مختلف؟ ابعتوا لنا وقولوا لنا بتخاف عليهم لدرجة ان انت ممكن تمنعهم، ان انت ممكن تجبرهم، ان انت ممكن تقول يعني تعمل ايه معاهم لحد فين؟ ابعتوا لنا وقولوا لنا او اتصلوا بينا، لان الموضوع ده في وقت من الاوقات بيلاقي فعلا صعوبة. هل تسيب ابنك او بنتك بحريته باعتبار ان هو خلاص يعني بقى خارج مسؤولية تربية حضرتك وحضرتك، ولا برضو هتبقى توجه نصيحة بس، ابني أو بنتي أنا بنصحكم بكذا وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، ولا تعمل ايه؟ ابعتوا لنا وقولوا لنا أو اتصلوا بينا، ومستنيين حضراتكم. وهبتدي من دلوقتي أخد التعليقات لحد ما تتصلوا بينا أو تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، وهبتدي بالتعليقات الجميلة بتاعت حضراتكم. أنا عارف إن أول التعليقات دي بتبقى كلها إيه؟ الناس اللي بتصبح علينا، لكن برضو أستاذ صبري فتحي بيقول ولد أو بنت بعد ما وصل لمرحلة دي لازم هو يختار عشان يبقى عنده شخصية. أستاذ صبري بيقول سواء كان ولد أو بنت هو له حق الاختيار الكامل، وهو يعني حر في اختيار مصيره واختيار قراره واختيار مستقبله. ده رأي عقلاني جداً، بس أنا لما بقعد أفكر لو ابني أو بنتي في المرحلة دي وقال لي هعمل حاجة مجنونة زي كده، طب أعمل إيه؟ مش عارف يعني، مش عارف وقتها هرضى ولا لأ.